إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. أيها المتجهون إلى الحج إنكم تسافرون في أشهر حرم إلى أمكنة فاضلة ومشاعر معظمة حرم، تؤدون بذلك عبادة من أجل العبادات لا يريد بها المؤمن فخرا ولا رياء ولا نزهة، وإنما يريد بها وجه الله والدار الآخرة. فأدوا عباد الله هذه العبادة على الوجه الذي أمرتم، مخلصين لله متأسين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.